تعشق الشابتان السوريتان الكرديتان نورشين وبروين صالح الموسيقى التي عاشتا أجواءها منذ نعومة أظافرهما، وتعزفان على آلات موسيقية من ثقافات مختلفة تتراوح من الكمان والجيتار إلى السنتور مرورا بالكمانجا وليس انتهاء بالدودوك. وفي مطعم في إربيل عاصمة إقليم كردستان العراقي الذي نزحتا إليه نهاية العام الماضي من مدينتهما كوباني، تعزف الشابتان ألحانا حزينة من فولكلور كردي تعشقانه وترغبان بالحفاظ عليه. أخبرتني أمي أنها كانت تغني لنا قبل النوم عندما كنا صغارا، كبرنا مع الأغاني، وكان أبي يعزف لنا الطنبورة وأنا ونورشين كنا نغني، كبرنا على سماع الأغاني الكردية بصوت أمي وأبي. ويشكل الفولكلور الكردي صدى لمعاناة نورشين وبروين من رحلة التهجير التي بدأت قبل نحو 9 عوام إبان الحصار الخانق على كوباني والمعارك الطاحنة التي خاضها مقاتلون أكراد ضد تنظيم الدولة الإسلامية، إذ حزمتا حقائبهما وتوجهتا إلى تركيا لتدرسا الموسيقى هناك. أحتفظ بصورة في رأسي عن داعش تأبى أن تغادرني، ملابسهم وراياتهم السوداء وسعيهم لتحويل الحياة إلى اللون الأسود ومنعهم الموسيقى وحرية المرأة والإنسان، كل هذه الأمور لا تزال تدور في رأسي، أنا أخاف من داعش. ومن منزلهم الصغير في أحد أحياء إربيل الشعبية تنطلق نورشين وبروين كل يوم لتقديم عروض موسيقية من أجل كسب لقمة العيش، لكن شغفهما في الموسيقى يمنحهما الأمل في احترافها يوما ما. حلمي كامرأة كردية أن أصبح موسيقية محترفة وأمضي قدما في دراسة الموسيقى من دون توقف. أتمنى أن يعود الأمن والاستقرار إلى كوباني وأن تنتهي الحرب ونصبح أحرارا كي نعود إلى بيوتنا لنعزف موسيقانا للناس ونعلم الأطفال الموسيقى. كونسرتان بدم جيبو جواك اخوا ودبستان موسيقى وبكم جيبو زاروكان جيبو فيري موسيقى ببن. وتحكي كلمات الأغاني الفولكلورية الكردية بحسب الشابتين الأحداث التي مر بها الأكراد من حروب ومآس وتهجير وقتل.